يلا، والمثل الأول وش راح يقول؟ قال لك هو يطلب مرته، ومرته وش هي أكثر حاجة شغل كي نديروها ربي سبحانه يبعد علينا البلا؟ صدق. اهي هو يطلب مرته، ومرته تصدق. ومرته تصدق. برافو برافو. يلا المثل اللي بعده يقول لك ضربني وبكى، سبقني وشكى. برافو. يلا بقى لك السؤال الثالث والأخير. الدجاجة غسلت رجليها، نسيت ما فات. الدجاجة غسلت رجليها، نسيت ما فات. نسيت ما فات. غسلت رجليها، نسيت ما فات. عليها. عليها. برافو. تحيتنا ليك يا حبيبتي، وسلمي لي على ناس ديال صح عيدكم، ويا حفظك ان شاء الله. ان شاء الله.